وتعالى جمهورنا العزيز وتحدي لذيذ مع حمدي المرغني واحمد السقا. اهلا وسهلا فيكم، شرفتنا. يا اهلا بيك. هنشرح اللعبه. كل واحد منكم هيبدا بنفخ بالونه كاوتش بالمنفاخ اليدوي اللي قدامه. اسرع واحد هينجح انه يفرقع البالونه هو كسبان. مش هتبداوا الا لما تسمعوا صوت الصفاره، ولكن قبل هتلبسوا الجوانتيات وتحطوا على ودنكم وتحطوا على عينيكم عشان السيفتي. حلوه صح؟ هتفرقع جامد؟ سهله، لازم تفرقعها، لازم تقطعها حتت وارميها في الزيت. بالظبط، دي فرصتك، دي سهله. ولا ايه يا حمدي؟ ده انا هفرقع بتاعتي بعد كده، هروح افرقع كاوتش. قول يا رب. ما اصل اكسب في حاجه فرقع. عايزني اساعدك في جوانتي؟ شكلك لا انت عطلان في حته. لا بقول لك متعود، انا اللي بخرج الكيكه من الفرن. ده حبيبي. يا البس النضاره والسماعات، احنا هنغطس كده. هنغطس غطس، داخلين حمله غطس يا حمدي. حلو. هي الفرقعه هتطلع ايه بالظبط؟ الله اعلم، محدش ضامن ايه اللي جوه، ممكن شظايا تطلع ولا حاجه. انت هتنفخ الاول بعد كده تفرقع ان شاء الله، يعني تنفخ البالونه وتفرقع. الله، ده ايه الجرأة دي؟ ده انت قلبك ميت. شفت الحركة دي؟ انا بقول لك قلبه ميت. عملها. هي النضارة دي بتجرأ. انت بقول لك قلبك ميت. اعملها تاني. بس شايفه في النضارة دي، انا شايف نفسي زيه. ايوه طبعا. يعني شايف نفسي كده. عايز احط مش من غير كاب؟ من غير كاب. من غير. يلا. عشان الفرقعة تاخد. اتفضل. أول ما تكونوا جاهزين اتفضلوا. انفخ يا حمدي. شجعوا يا جمهور، اللي ينفخ اكتر هيفرقع اول. اديني بقول لكم اهو، عضلات ايد السمانه يا عدوي. ينفخ يا عدوي. ينفخ حتى في النفخ فاشل. ضحكيش. يلا يا حمدي يلا، كاوتش عربيتك، يعني انت اكيد بطل العالم في النفخ. ده قربت فرقع انا. ايوه. ده انا اللي قربت فرقع. اكتر اكتر اكتر. اوبا. والفرقه بيكسبوا بفرقع البالونه الاول يا جماعه. برافو. طب العبوا كوتشينه، انا عايز عايز لعبه سهله. اغلبوا في الشطرنج. كوتشينه استغمايه. برافو السقه اخذ الجيم ده، وهنشوف مع بعض النتيجة. السقا كان نقطة، وبعد ما فرقع البالونة بقى ثلاث نقط، وحمدي لسه بيجهز نفسه. أنا ضيفك. إيه؟ حمدي. أنا ضيفك. هكسبك الجيم اللي جاي. أنت جيت معانا ولا لسه ما جيتش ولا أنا مش عارف؟ لا أنا على فكرة ما رضيتش أدوس جامد. عشان مش عايز يعقدك، هو مش عايز يقول صح مش عايز يضايقني. مش عايز يضايقك. مش عايز برنامجك واخد السقا. خطة إيه؟ خطة، أول لعبة يكسب والتانية يكسب، اتفرجي بقى على اللي جاي. ده مدكن لك الحاجات. برافو. أصلا لسه معاك أربع فرص. لسه حلو. أربع فرص بنقطهم. يا رب. شبكاتهم. يا رب. اللعبة الثالثة معانا النهاردة بتعتمد على قوة المعلومات. طبعا يا حمدي اللي كان بنط السور ها هو وصغير ها وبيتخانق مع مدير المدرسة ها اكيد مش هيكسب الجيم ده. ايوه اكيد. ده اكيد مش انت. اكيد مفيش معلومات خالص، ما انا كنت بنط عشان. كنت بتروح فين؟ المشكلة مش كنت بروح فين، المشكلة ان انا كنت فاشل تصدق من زمان. انا كنت بتمسك برضه وانا بنط. وانا والله العظيم انا كنت اعمل الخطه بس ما اعرفش ازوغ. يعني كنت اعمل لهم خطه اسمها الهروب الكبير، زي فيلم الهروب الكبير بتاع نادي السنه. فكنت اعمل لهم الخطه وما اعرفش ازوغ. لا انا اتمسكت مره مش من مدير، اتمسكت من لجنه من الوزاره اساسا. كانت لجنه جايه بتشرف وبتاع، وانا بنط من على السور، فجاي واحد بقى مش معرفوش، واحد ببدله، قال لي تعالى انا اعلمك ازاي تنط من على السور صح. قلت له انا هتعلمنا نط من غير ما اوسخ هدومي؟ مفيش بقى. فصل بقى. انا روش. اللي الناس ما تعرفوش ان حمدي اساسا رجل قانون. رجل قانون لسانس حقوق. بتترافع كده في المحاكم. اعمل لنا حته بقى مرافعه حضرات المستشارين. بالظبط. عايز مطرقه؟ مطرقه. مع احترامي لمهنه القضاه والمحاماه طبعا، عشان ما الاقيش نفسي بتحبس بقى. سيدي الرئيس، حضرات السادة، حضرات السادة المستشارين، إن هذا اللاعب الماثل أمامكم قد قام بالتزوير في نتيجة اللعبة الأولى والثانية من أجل هزيمة الخصم الغلبان الضعيف اللي عنده نقص في الكالسيوم.
حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي عليا حسبي عليا. لا 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 سيد الرئيس اسحب عشان خاطري المره دي بقى على شو معايا معايا. لا ده انا كنت اوكي لا لا انتوا الاثنين برضه خدي بالك انتوا الاثنين من ياتشور الا طبعا انت هتتمرن بينا احنا دمبلز انتوا دمبلز بالنسبه لي شامبر نضاره.